شنو هي اللي صعيب تصدقوا كيف ترى زوز ولاد ميتين بالضحك في قهوه؟ زوز ولاد يضحكوا في قهوه حل من اثنين ما فماش ثالثهم، يا يتفرجوا في العوق يحكي بالفرنسي يا بودني سب صحيح سور فماش ثالثهم متاكد. ما فما ثالثهم شنو بسيران انت ما نعرفش سميتهم ثلاثه يلا ولو انه ربيع الحق ما هو ما همش في نفس الخانه معني. يلا سيد احمد العجيمي شنو اللي صعيب تصدقوا عالم فلك؟ انا حر انا نحبه برشا. سيد احمد العجيمي شنو اللي صعيب تصدقوا كيف ترى زوز ولاد ميتين بالضحك في قهوه؟ انا نقول 1000% فما ثالثهم شال التواليت وهو جاي ويضحكوا عليك كي قام سير ما فماش زوز واحد ما يضحكوا زوز واحد ما يضحكوا توانسه لازم فما واحد ينبروا عليه معناها فهمت مروان فهمت ان شاء الله تفهمها مروان هذايا اي انت هذه صارت البارح ترى هذه تفهمها مروان هذه صارت البارح كي انت متفق لازم واحد ضحايا يمشي وي شويه هذه صارت البارح هذه انا مشيت للتواليت ورجعت نلقاكم تضحكوا المشكل حتى كي نروح نقعدوا نضحكوا وما فماش لا فيديوهات ربيع بودن ولا فما فيديوهات العوق عندكم على شنو تضحكوا؟ على فيديوهات انفيلات رجعنا للميسيون نضحكوا عليها رجعتوا بعد ما خرجتوا من البرنامج رجعتوا نفرجوا فيكم نضحكوا عليك في الميسيون باهي بارك الله فنان يعطيك الساعة مبدع. يلا الوضعية الموالية نور السعيدي شنو اللي صعيب تصدقوا في حجام أول مرة باش تمشي له؟ حجام أول مرة باش نمشي له ديما الحجامة عندهم فرد سؤال نفسه يتعاود نفسه تو قد عندك طول في شعرك؟ ديما نفس السؤال ديما وديما يتهدوا على شعري تو انا جاي باش نحجم لحيتي واضح اي ديما يتهدوا على شعري منهم مره مشيت الحجام انا نحلف وهو يحلف يحب يعمل لي حجام نبيل غلاس لا تكون تاع الجزائر والله هاك الديغرادي وكل فازيت كيما علاش مش كيما دافيد بيكام قبل لك اخزر حجام دافيد بيكام فما عليه اسم حجام دافيد بيكام خاطر ما تطلع كان على دافيد بيكام خاطر بيكام فما اسباب فهمت فما اسباب فهمتني ليه سيد سيد احمد العجيمه شنو اللي صعيب تصدقوا في حجام اول مره باش تمشي له؟ اول مره تمشي له صعيب نصدق لي مش يسب حجامك القديم سيقول لك شنو حجام هذا شكون عملها؟ ديما 10000 حجام هذا تو ما تحيدك كني حجامك تحجم عنده عمر كل انت انت ليه يغزر شهيدي المعلق انا يبدا يحكي لك وديما مش عاجبه هي معها لمسات اغزر هو يقول لك نفس الكلام هذايا اما يبدا يقلب لك في راسك يبدا يعمل لك هكا صحيح صحيح على اساس كيمس من هنا هكا اش بيش تروي خوين وشعري يعني ماني قعدت نوخر برشا خلطت شعري انا صافا خلطت تو شعري يبدا يمس هكا فهمتني وبعد يقول لك عندك شكون تحجم انت يا قعدت نوخر برشا بالرسمي عملت هكا باش نعطي ليكزامبل من الشعر ما فماش مشكلة هذه الولاد ظهري لازم ينزرع ظهر لي اي اي تقنعوا فيا انتم عندك شارم هكا ذرنتكم بالعاني تضحكوا الشارم تاعك يا حشم برشا الحكاية والله في بالك مروان ايه انت اغزر لي ماكش فاهم في بالك مروان نعمل هكا باش نعطيكم ليكزومبل وانا نمشي يسوق زوز الدين راهو اغزر لي راه امان ما حتى واحد ينجم يعمل هكا يخلط الشعر وراه في بالك مروان كان حواجبك حواجبك تحط في قلبه خلبتهم بالكاس كاي في بالك مروان كان حواجبك تحط في قلبه تولي شعرك كمل في تعمل فيه معناها تكمل في البروجي هذا تمشي وتطلع تمشي وتطلع والله يا حول ولا قوة الا بالله مش ترمق قداش اي موضوع باش يجبن مروان ديما يجبدنا يجبنوا خاطره لافت للانتباه لافت ياسر هو ظهر لي لافته للانتباه يلا الوضعية الموالية ناو ناو شنو اللي صعيب تصدقوا في الريبرتوار نتاع تليفونك؟ في الريبرتوار نتاع تليفوني صعيب نصدق اللي ما عنديش هكا الصاحب اللي مقيدوا برشا انواع عنده برشا انواع مثال سليم 23 هو نفس الشخص راه سليم 23 سليم خدمة سليم 52 عم يوفيش سليم فيكس سليم خدمة جديدة ساعات تلقى اسكا اي ما يوفيش وديما عنده نوامر وديما ونهار اللي يستحق كيما البوم تاع اخونا مروان كيما حكى لنا رمان نهار تكلموا منهم الكل الكل ما تلقاهاش سليم سليم دو فارس برجبي حاب يعمل ديديكاس لصديقنا ايمن قاركبين مع بعضهم تو في الكهرباء وقاعدين يسمعوا فينا تحيه ليك ايمون نمشيو تو سويت لسيد احمد العجيمي شنو هي اللي صعيب تصدقوا في الريبرتوار تاع تليفونك
اللي ماكش تلقى اسم كلي مقيد عنده برشا ما تعرفوش شكون، اما ما تنجمش تفسخه خاطر تحس روحك تستحق له نهار اخر. فهمت؟ اي صحيح. انت ما تعرفوش تلقى مثلا نبيل، نسيت شكون نبيل، انت ما تعرفش شكون نبيل، اما عمرك ماكش تفسخه تعرف تقول لعل وعسى عرضني، لعل وعسى نستحق، ولعل وعسى نفكروا، واللي مقيد بالبلاصه معاه. انا بار اكزومبل في تليفوني عندي ان شاء الله يطلع يسمع فينا، عندي فؤاد بن زرت. فؤاد ظاهر باش نستحق له نهار، انا داكور اللي باش نستحق له كتابه بن زرت، اما انا نسيته شكون شو يعمل فؤاد بن زرت، وهل قابلته في بن زرت والا قابلته في تونس وقال لي اللي هو من بن زرت. صحيح صحيح. وتبدا شكون فؤاد بن زرت. ايواش فما شكون يقيد النومرو كامل بالمومون هذاك، مثلا فلان الفلاني ضحكه درشنيه فلتين الفلاني تكويره في بالك. انا اول ما قيدتك تعرف شنو قيدتك انت؟ مروان اللي جالت مبرش. لا سي با في قيدته بالحق. مش صحيح يزيدش تو بالبلاد نتاعك. والله انت بكري تضحك نور سعيد، ذكرتني بحاجه على حكايه الريبرتوار. انا توا كي ننزل كي ندخل الكونتاكت نتاعي نكتب بابا. اوكي عندي 10 بابا. عندك 10 بابا. فهمتني؟ نكتب بابا خاطرنا قاعد ننوع له كل مره. فهمتني؟ نكتب بابا فما 12 مره بابا. مختر برشا كان يطيح تليفوني عند علي ولا عبد الرزاق. صحيح يعملوا حلقه استثنائيه. مروان بوزيان منشط الاذاعي عنده 21 بابا. شنو هي المشكله اللي صايره؟ ربي يقدر الخير. احنا نمشيو اش بكم ساخن؟ ما عادش تقول عليا جلتام تورجع على يا اخي بي تي في. يا اخي برجو لي بي تي في لا شنو الروتار هذا؟ شنو الروتار؟ علاش قلت عليا جلطه؟ شنو خاطرك جلطت معايا؟ على شكون؟ علينا صاروا برشا مشاكل البارح. مروان انا ونور اتفقنا انك ديما تؤلم فينا بكلامك، اما ما يسالش نكملوا الفقره خير. هاي خير صحيت ولا خير مواضيع فارغ هذا انا ما تهمنيش. يلا الوضعية الأخيرة في الصراحة راحة قبل ما نمشيو للكويز متاعنا. سيد أحمد العجيمي سافا؟ أي يلا. نور سعيد. نور السعيدي شنية السعيب تصدقوا في واحد يجيب 20/20 في المات؟ 20/20 20/20 في المات سعيب نصدق اليوم ما في بالوش بش يجيب 20. علاش؟ علاش؟ كانت لاحظه هو ماشي بش يجيب في ورقته وهو جايب 20. ما هوش فرحان، مش خطره ما يفرحش، على خطره واثق من روحه، على خاطره في باله اللي هو باش يجيب 20. جاوب على كل شيء صحيح. مش كيفك، مش كيفك في انت جبت 10 ماكش واثق من روحك في حد شيء، ماكش واثق من حتى اجابه، دخت بالفرحه انت كبرك باش تاخذ 5 انت اسمك غلط فيه. فما فرق بين واحد جايب 20 يعرف كل ثقه صحيت مش كيما العشره شكك عم دعوك صحيت. سيد احمد العجيمه وشنو اللي صعيب تصدقوا في واحد يجيب 20/20 في المات؟ واحد به برشا في المات جاب 20/20. انا متاكد اكثر كلمه باش يسمعها صاحبي بحذاك في الدفوار. اكثر كلمه اكثر يبدا خارج من الكلاس صاحبي يا عزيز بحذاك عاد. نور بحذاك عاد. اللي يجيبوا 20/20 ما يرفضوش، اما وقت الدفوار ما يغزروا لكش. كيفاش نفسر؟ خاطر متخمر يبدا مع الدفوار. لا تقولوا معاك عاد الناس الكل يقول لهم مريك. اي معناه فما حتى واحد يقول له ليه ما نجمش، ديما يحسك اللي هو رجال على الاخر. وي هو يوم الامتحان انت تهان، يكرم المرء او يهان انت تهان. قلت لك هو يكرم على الاخر. انا ما ننساش من مره متفاهم على شكون كوماندي عندي جمعه. قلت له بحذاك موصيه. شنو هو الاكزامان؟ فيزيك. فيزيك باهي. قلت له بحذاك. اوكي اوكي نهار الدفوار دقيقتين لعب مدام من با تكلم مدام. اي قلق فيا هكا والله هكا بسبعه ملي كنت هكا بسبعي بسبعه يا ربي عمل هكا. اي 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 شويك وكيفاش انا ليه قررت باش ننتقم ونجيب وحدي. عم تعمل على روحك. قررت باش ننتقم. ثلاثة تقم اي ان توكا هو بورس برا توا ربي يعينه ان شاء الله. ربي يعينك قال لك سبعه تو البوس علي بجنبه يعمل هكا ما خاطر هكا انا في بالي ستوب معناها لا هو ذا هكا فهمتك فهمتك. يلا سيد احمد العجيمي شنو اللي صعيب تصدقوا؟ صحيح كنا في حكايه الماتيماتيك باش نرجعوا للحكايه نتاع شنو اللي صعيب تصدقوا في الريبرتوار نتاع التليفون. فما شكون حط في التعليق ليه خاطر فاكت اوكي قال ديما فما نوامر مقيدين بلاش اسم. اي وفي مخ تقول قمرته هذا نمره فلتين ولا نمره فلان وديما نهار كي تستحقه ما تلقاهوش.